أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز حج البدل عن القادر إذا كان الحج من حقه مستحبا؟ هل إيش؟ هل يجوز حج البدل عن القادر؟ عن القادر. نعم. إذا كان الحج في حقه مستحبا. ما ورد النيابة إلا عن العاجز. ما وردت النيابة إلا عن العاجز عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة، هذا الذي ورد به الدليل. أما حج النافلة أو عمرة النافلة ما ورد فيه شيء عن الحي. أما الميت نعم يحج ويعتمر عنه نافلة وفريضة، لكن الحي ما ورد أنه تدخل النيابة إلا في عن العاجز عن أداء الفريضة للعمرة أو للحج. نعم.